جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل المتناظر عن معنى الدية ومعنى العاقلة. الدية هي المال الذي يدفع في مقابل النفس المقتولة. المال الذي يدفع في مقابل النفس المقتولة قطعا أو عمدا إذا طالب أهلها بالدية، هذه هي الدية. والعاقلة هم عصبة القاتل، العاقلة هم عصبة القاتل يتحملون دية الخطأ فقط، وأما دية العمد فإنه يتحملها القاتل إذا طولب بها، إنما تتحمل العاقلة وهم عصبته دية الخطأ. نعم.